ايوه عليك يا حسن بجد، حد يشوفنا يا بنت. ما اللي يشوفنا تشوفنا، عديت عليها ايه الحلاوه دي بجد يا حسن؟ فستان عجبك؟ فستان بيولع الفستان، انا بتكلم على لبس الفستان. اه عشان كده العيله على الامه تحت قعدوا يعكسوا فيا وانا داخله. يعكسوا فيكي هقو ايه يا حسن؟ في ايه؟ هو انا بجد مش حلوه شبه البنات اللي بتعكس يا حسن؟ واحلى منه كمان يا كاتي. بس مين المجنون اللي في اسكندريه ماريا كلها يفكر يعكسك؟ كل الناس عارفه انت تخص حسن مرسه، بس خلي حد بس يفكر يبص لك شوف هيحصل له ايه. هيحصل له ايه يا حسن؟ امه هتزعل عليه. عديت عليه يا بنت. انت ايه اللي نسيت الفستان ده؟ يا حبيبي ما انا جايه لك انت، وانا رايحه لحد غريب؟ وبعدين بجد يا حسن بجد انت بتحبني قوي كده بالدرجه دي؟ ايوه درجه النهارده.